السلام عليكم، نهار جديد وفلوك جديد معنا. وهي مومو كتقول لكم تاهي السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. بغيت نقول لكم شكرا لكم على المشاهدة، شكرا لكم على التعليق. نتمنى نكون فتكم الفيديو السابق، فبغيت نوريكم أو نصور لكم فين وصلنا في بناء الكوخ. فكيف ما كتشاهدوا عن بعد، بأن أولا كيف ما قلت لكم جمعنا الروينة اللي كانت هنايا، الأزبال، الشي اللي ما صافي ما بقيناش محتاجينه، قدينا الدنيا شوية، جمعنا شي فين غايجي شي. بالنسبة للكوخ هاكا صباح كيف ما كتلاحظوا، درنا هاد السور الخشبي من هنايا، غطيناه بالخشب، راح مازال ما فينيناه، رحنا غير شوية بشوية، مازلنا شحال من حاجة، مازلنا نديرو الجاجة هنايا من الفوق، نزيدو نغطيوه كله بالخشب. هاد الجنوبات حتى هما غادي نديرو لهم نفس الخشب ديال هنايا. المهم السقف راه مازال حتى هو غادي نصاوبوه. درنا ديك الدجاجات غير باش ما تدخلوش نهائيا الشتا، مازال غادي نديرو له تما الفوق حتى هو الخشب، ونديرو له الزاج كذلك. المهم انا كنت هنايا بغيت ندير واحد نافذة من هنايا، سرجم بحال اللي كنت درت جهه، بحال اللي دايرين لهيه، مي في التالي قلنا ما نديروهاش. هذا مكان هنايا، هاد النافذه هادي شرينا لها هاد الخردان ولا هاد الريدو هذا، حيت نبغيو نطلعوه، حيت نبغيو نهبطوه وكنوقفوه. وكذلك من هنايا نقدر نهبطو حتى من الفوق ولا من التحت، يعني نتحكموا فيها من جوج ديال من الفوق ومن تحت بحال هكا. مثلا القياس اللي بغينا نغطيو به نغطيو به، يعني الا بغينا الشمس تدخل. المهم كيتحل من جوج الجوانب كيف ما كتشوف، مثلا هكا خليته من الفوق محلول، ومن هنا عاوتاني يعني نغطي غير هاد البلاصه هادي في الوسط وما يشوفني حتى واحد، مثلا بحال هكا. المهم راكم عارفين هادو عاد خرجوش عاد جداد، كاينين ولكن درنا هنايا من اللور جا على هاد الشكل. حتى هنايا عاد غادي نديرو له شي حاجه باش نقادوه مزيان. وحنايا كنقادو فيه. بالنسبه للباب هي هادي، راني ديجا صورتها لكم. العتبه هي هادي. المهم نتمنى يعجبكم، ومازال ان شاء الله فين غادي نكملوه. الخشب اللي شطناه هو هذا، لان مازال غادي نديرو منه، غادي نديرو الفوق قلت لكم، غنديرو جاجه والخشب من الجناب. هذا مكان، ونقينا شويه الدنيا من هنايا الارض، ومازال فين خصنا مازال نخدمو. كيف ما كنقول لكم دائما، كل نهار وشغلو، كل نهار كتجيب خدمتو. وبالنسبه لديك البلاكارات صراحه جمعوا لنا شحال من حاجه، شحال من حاجه كنا كنحطوها في الارض، جمعت لنا بديك الذهب هاد البلاكارات، ومازال غادي يجي الوقت ديالهم فين غادي نستفوهم مزيان وغنمسحوهم، لا هما لا هادو. مهم كنوا با كنديروا شويه. هذا مكان، وهذه هي البسكليت ديالي اللي كنتمشى بها. بالنسبه للجو، الجو زوين صراحه، غير هو كان كاين شويه ديال الشتاء، درجه الحراره 18، جو خريفي بامتياز. يو هذا مكان، وهانتوما معانا فصل الخاري كيف ما كتشوفوا، ها الشتا ها الشمس، عاد كان الغيام، الحمد لله الجو صفى، حيت كيصفى الجو صراحه اللون الخضار ديال 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 الجرده كيبان غزال، كاين ما احسن من الشمس صراحة. وهاد الدجاج ديالنا، بالنسبة للدجاجة الحمراء فقدنا نهائيا الأمل أنها تجي، كل نهار كنقولو تقدر نلقاوها تقدر ترجع، ماي والو. بالنسبة لهاد القواتس اللي هنا كيف ما كتشوفو، فراه هنايا كيف ما قلت لكم سابقا، في اي قطعه ارضيه هنايا كتكون قنوات كيتمشاو من الجنب. مثلا هنايا نوريكم
هاد البلاصه هادي راه بحال قناه كدوز منها الماء باش يمشي لواحد الواد عندنا جاي من اللور ديال الجرده. فهاد القوات هادو جبناهم باش غادي نديروهم من هنا باش الماء الشتاء باش دغيا يمشي ويمشي ديريكتومون للواد، لان هنا كيف ما كتشوفوا الربيع والاوراق ديال الاشجار غادي يتجمعوا هنا، غادي يتحقلنا الماء وغادي المنسوب ديال المياه غادي ترتفع. فلهذا راه جبنا هاد القوادس باش ان شاء الله غادي نديرو الطريق ديال القوادس باش يمر منه الماء حتى للواد ان شاء الله. يعني تبعنا بزاف بزاف ديال الشغل. وعمر الشغل ما كينتهي. مثلا بالنسبه للناس اللي ما كيحتاجوش شي حاجه، مثلا كتنفع الساكنه ديال هاد، ماشي الساكنه ولكن الناس اللي عندهم بحال هكا حدائق، بحال دابا شي واحد ما احتاجش هاد الباليطه ديال الخشب كيجيبها ويحطها هنا، لان عارف الناس كيستعملوها باش التدفئه. يعني اي واحد احتاجها غادي يدخلها عنده للداخل وغادي يقطعها وغادي يدفى بها. كذلك بغيت نصور لكم البلديه، ها هما كاين مازالين باليطات اخرين حاطينهم الناس هنا. زعما دائما الواحد كيفكر في الاخر. بغيت نقول لكم بان البلديه جات وقدات هاد البلانت هذا اللي كان هنايا طالع، لان في وقت الخريف لا بدا ما كيصوبوا هاد التحسينات لحدا الويدان، وكذلك كينقيو الويدان من اوراق الشجر او هاد الجداول كينقيوهم، ماشي غير هنا يعني في هولندا كامله. فكيف ما كتلاحظوا الطريق او زعما واريه باينه، لان هادشي كله قدوه. كذلك من الجهه الاخرى ها هما باش محيت يجي الربيع ان شاء الله، من بعد ما يمر الخريف والشتاء كيجي الربيع كيلقى البلانت كيلقى البلاصه فين غادي يطلع ان شاء الله. ايوا هادشي اللي كاين. وبالنسبه للباليطات ها هما اللي بغا اللي يحتاجهم يديهم. حنا ما شاء الله الجهه ديال الخشب عندنا عامره، فما كنظنش غنحتاجوهم دابا. هادشي اللي كاين. وهنا بغينا نبدلو اولا نخملو الخم ان شاء الله. عيدنا لهم ديك الربيع اللي كان كنا دايرين لهم، نقيناه وشرينا النشاره ديال الخشب. ها هياك راها خديناها، هي اللي غادي نديروها لهم، غنفرشوها لهم باش يبقاو ينعسوا عليها، وكذلك تعطيهم السخونيه في هذه الوقيته ديال البرد. فلا بد دائما ما خصنا نقيو لهم على حسب الحشرات، واخا هنا الحال بارد ما كيكونوش الحشرات بزاف، الا لا بد ما كنقيو لهم ونعوطوا لهم البلاصه فاش كيعيشوا ولا فاش كيبيتوا. بسم الله. من بعد ما غادي نساليو هذاك هذا الخم غادي ندوزو نقادو عاوت هذا الخم. شتي كي داير، كنحيدو له غير هذا البلاستيك، هذه مع كنديرو ديما بلاستيك، كنحيدو هذا البلاستيك كلها مع الازبال، وغادي نديرو له نشاره جديده ان شاء الله. وها هما الفليسات مع الدجاجه ديالهم. بالنسبه للشجره ديال الكيوي زربنا عليها هاد الشباك هذا، ودرنا لها هاد العواد باش تكبر من تكبر مزيان، يعني تقدر فين تطلع، لان سمعت في التعاليق قالوا لي راه كيتكبر بحال الداليا، فدرنا لها ثلاثه د العواد على ما تزيد تكبر، وعاد نزيدوا لها حاجه اخرى.
هكا صبح الخوم ديال الدجاج كله نقي، نشارة جديدة، وهالتاني